شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجراً بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة. طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها. أشهد أن لا إله إلا الله، طرابلس مش هيك. لا طرابلس منا هيك. طرابلس إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.